شوف بقى ايه اللي اتكتب عن النادي الاهلي في الصحف النهارده. يلا بينا. مجله الاهلي: اللجنه القانونيه بالنادي تبحث الموقف بعد قرار مركز التسويه. الاتحاد يعترف بكل الاخطاء ويتعهد بالتصحيح ويؤكد في بيان رسمي: نراهن دائما على قيمه ووطنيه الاهلي في مثل هذه الظروف. مجله الاهلي: الانديه تدعمه وتتضامن معه واكدت على احقيه ومشروعيه مطالبه وقالت بصوت واحد: معاك يا اهلي. الخطيب القى حجرا كبيرا فحرك المياه الراكده. الأخبار: الأهلي يخطط بهدوء اجتماع الإدارة بدون قرارات، والمجلس ينتظر ضمانات جديدة من الجبلية. الأخبار المسائي: لاسارتي في أجازة، الأهلي يوافق على سفر المدير الفني والمجلس جاهز بملف شكوى الجبلية للفيفا. المساء: الأهلي يتراجع عن شراء رمضان صبحي، النادي الإنجليزي بالغ في طلباته المالية لانتقال اللاعب، الشؤون القانونية تدرس مستجدات أزمة الدوري مع الجبلية. الوفد: لاسارتي يتمسك بضم مهاجم لاتيني في الصيف، أزمة تهدد بقاء صبحي مع الأهلي وجلسة حاسمة لتحديد مصير الراحلين.